السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلامذتي الأعزاء، مرحبا بكم. إذا سنحاول أن نقوم بمراجعة مهارة توسيع فكرة ومهارة ربط بالأفكار. عندما نتحدث عن مهارة ربط بالأفكار، فقط للتذكير، هي ليست مهارة مستقلة بذاتها، بل هي توظف في جميع المهارات، بمعنى الأدوات الربط من توكيد ونفي وإضراب واستدراك وانتقال من فقرة إلى أخرى وتوظيف لمنهج ومقدمة وعرض وخاتمة، كلها تدخل في إطار ما يسمى بمهارة الربط بين الأفكار. إذا لكي لا نعيد تكرار هذه العناصر، إذا مهارة توسيع فكرة، نعتبر أننا في امتحان طلب منا، هكذا يأتي السؤال يوم الامتحان بهذا الشكل، مثلا امتحان جهوي سابق لجهة الرباط: أصبح الخطاب الإشهاري سلطة تستهوينا وتغير قيمنا وأذواقنا ونظرتنا للأمور وللعالم. شوفوا السؤال: اكتب موضوعا منسجما تستثمر فيه مكتسباتك في مهارة توسيع فكرة، مراعيا ما يلي: الالتزام بالمطلوب وتوظيف المهارة، تسلسل الأفكار وانسجام المنتج، سلامة اللغة واحترام علامات الترقيم. وهذه الأشياء سنناقشها طبعا. إذا نصيحتي لكم، عندما يتعلق الأمر بمكون التعبير والإنشاء، أول شيء ضبط خطوات المهارة قبل أن تبدأ في كتابة الموضوع. إذا لم يكن هناك ضبط لخطوات المهارة، يكون موضوعك فيه خلل. أؤكد لكم هذه المسألة. إذا عندما تعرف أنك بصدد تحليل صورة أو لا توسيع فكرة أو لا الربط بين الأفكار أو لا المقارنة والاستنتاج، أول حاجة كتمشي لورقة الوساخ ديالك وكتكتب خطوات المهارة باش ما تنسى حتى شي خطوة. هذه أول مرحلة. كما قلت، نحاول نهضر باللغة العربية مع الدارجة باش هكذا يسهل، لأن حنا كتحتو على مجموعة من التلاميذ للأسف اللي مازال عندهم مشاكل كثيرة في هذه المهارة، ويعني يطلبوني بزاف، ورغم ضيق الوقت فأنا حاولت أنني ندير لكم هذه الفيديوهات في هذه الفترة اللي هي للأسف متقاربة، ولكن ما ضيق الوقت لا يسمح. إذا أول حاجة كناخذ ورقة الوساخ وكنكتب الخطوات ديال كل مهارة، نكون حافظها، عارفها، ضابطها، كنكتبها. مثلا أنا في هذا الامتحان عطوني مهارة توسيع فكرة، كنمشي للوساخ ديالي وكنكتب هذه العناصر. إذا هذه العناصر غنشرح كل عنصر على حدة، ولكن بغيت نناقش معكم كيفاش في جهة الدار البيضاء كنصحوا الإنشاء. ماشي في جهة الدار البيضاء، هو العناصر الإجابة راه كتغير. مهم في الغالب احترام الخطوات كتكون 4 نقاط، في بعض الاحيان نقطتان، وكيديروا نقطتان لسلامه اللغه ونقطه لتصميم المنهج. شنو كيعنيو بالتصميم المنهجي؟ هو ديك المقدمه، العرض، الخاتمه، يعني داك الفراغ اللي كتخلي في بدايه كل مرحله، كتطرح الاسئله الاشكاليه بلون مغاير، كتدرج مثلا من العام الخاص ولا من الخاص العام، كيكون واحد التسلسل. هاد الاشياء كلها كتنقطوا عليها علامات الترقيم، تسلسل الافكار، ما تكونش افكار متداخله ومبعثره، لا. مزيان، نمشيو نشوفوا الخطوات ديال المهارة. إذا أول خطوة هي المقدمة طبعا. شنو كندير في المقدمة؟ كناخذ الفكرة اللي عاطيني هما في الامتحان، كنعاودها بطريقتي الخاصة. كاين البعض اللي كيقول نبدا بتعريف المصطلح، ماشي خطأ أبدا أنني نبدا بتمهيد عام كنعرف فيه المصطلح. مثلا عندي قولة كتهضر على الإشارة، نبدا بالإشارة. غير أنا شخصيا مع التلاميذ ديما كنفضلش هذه الطريقة لسببين. أنكم نتوما في الغالب كتكونوا حافظين التعريف، ماشي فاهمينه، فانت ملي كتبدا تكتب في المقدمه كتكتب بزاف، كطول، فكنلقى المقدمه طول من العرض. علاش؟ لان داك الحفظ ديالك كتحطو كامل في المقدمه، رغم اننا حنا ممكن نستغلوه في العرض بشكل جميل جدا. يعني هاد الخطوات اللي كنعطيكم انا اسهل بالنسبه لجميع الفئات ديال التلاميذ، اللي كاين متفوق وحتى اللي ضعيف، يعني عنده مشكل في اللغه ولا مشكل في الاسلوب. كنتمنى لكل فكره تكون واضحه. اذا في المقدمه كناخذ الفكره اللي عندي، بحال مثلا هنا عندي الاشهار: سلطة تستهوينا وتغير قيمنا ونظرتنا للأمور والعالم. كنشد هاد القولة وكندير لها إعادة صياغة، يعني أنا أشنو فهمت منها، وكنكتبها. مثلا ها هو نموذج آخر ديال امتحان جهوي سابق لجهة الدار البيضاء: يقول أحد المهتمين بالشؤون الإفريقية: يشكل المغرب منفذا رئيسيا للهجرة نحو أوروبا بالنسبة للمهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يطرح أمامه، يعني المغرب، عدة تحديات اقتصادية واجتماعية وقانونية. إذا طلب منا مثلا مناقشة هذه القولة، يعني توسيعها، أول شيء كما قلت شنو كندير؟ كنحاول ندير لها إعادة صياغة. ما معنى إعادة صياغة؟ بمعنى كنقول أشنو فهمت منها.
بحال انا مثلا قلت لك واحد الجمله وقلت لك عاودها لصاحبك، فانت ما غتقولش الفكره كيف الجمله كيف ما قلت انا، ولكن غتوصل الفكره نفسها. هذا هو المقصود باعاده الصياغه او لاعاده الترتيب. الا صعاب عليك تبدل لها الصياغه بدل لها غير الترتيب. مثلا انا نقدر نقول في هذا الموضوع يواجه المغرب عده تحديات اقتصاديه اجتماعيه قانونيه، بالنظر لانه يعد منفذا رئيسيا لهجرة الأفارقة نحو أوروبا. إذن هكذا نقوم بصياغة المقدمة. إذن من بين الأشياء التي تطرح كيف نطرح الأسئلة، كيف هذه الأشياء كلها غادي ندربكم عليها بالتدريج. إذن يوم الامتحان أول شيء، وأنا أقرأ القولة التي طلب مني توسيعها، أول خطوة أقوم بها هو أنني أقوم ب تسيطر على الكلمات المهمة، كلمات المفتاح. يشكل المغرب منفذا رئيسيا للهجرة. إذا الكلمة المفتاح هنا هي كلمة الهجرة، نظرا لارتباطها بالمجزوءات طبعا. إذا نحو أوروبا بالنسبة للمهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يطرح أمام المغرب عدة تحديات اقتصادية اجتماعية قانونية. إذا المصطلح الأساسي هنا هو مصطلح الهجرة، هو الذي سأعرفه بمعنى التعريف. المصطلح الأساسي، قد تكون في القول عدة مصطلحات أختار أهمها، هنا المصطلح الأساسي هو الهجرة. أمر إلى المرحلة الثانية، هو ماذا؟ تفكيك القول إلى أفكار صغرى. هنا غادي نجاوب التلاميذ اللي كيقول لك ما كنعرفش ندير السؤال، اش من اسئله اللي غندير؟ اولا احيانا كنلقاو القوله كتهضر على جوانب، ولكن الاسئله اللي كيطرح التلميذ في جوانب اخرى. علاش؟ لانه ما كيعرفش كيفاش يصيغ السؤال. كيفاش غنصيغ السؤال؟ هاد العمليه اللي كنقوم بها دابا الان راه انت غديرها في الوسخ. كتسطر على المصطلح المهم، كتاخذ هذه الفكره هي بمثابه فكره عامه، غدير ليها التجزئ، تخرج ليا منها جوج الافكار ولا ثلاثه على حسب طبيعه القوله او على حسب حجم القوله. ممكن القوله تكون فيها غير فكره واحده، واضح؟ فمثلا هنا يشكل المغرب منفذا رئيسيا للهجره نحو اوروبا. اذا تاملتوا في هذه القوله اللي عندنا وهي امتحان جهوي سابق لجهه الدار البيضاء لسنه 2018، انا استخرجت منها جوج الافكار. المغرب منفذ للمهاجرين الافارقه للهجره نحو اوروبا. اذا المغرب هو واحد المكان كيجيو ليه الافارقه باش يمشيو نحو اوروبا. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، التحديات التي يواجهها المغرب جراء هذا النوع من الهجرة. المغرب يواجه عدة تحديات اقتصادية اجتماعية قانونية. إذا شباب درت تفكيك، خرجت الفكرة العامة، درت لها أفكار جزئية، مزيان. إذا كنرجع للمقدمة ديالي، شنو قلنا في المقدمة؟ كندير إعادة صياغة مضمون القولة، خصني نطرح أسئلة. طرح الأسئلة يكون انطلاقا من ماذا؟ يكون انطلاقا من الأفكار الجزئية التي استخرجت. فهنا استخرجت فكرتين جزئيتين، فإذا غنكون أمام السؤال الأول اللي هو ما هو مفهوم الهجرة. طبعا من درت إعادة الصياغة كنقول فماذا نقصد بالهجرة أو ماذا نعني بظاهرة الهجرة. والسؤال الثاني، لماذا يعتبر المغرب منفذا للمهاجرين الأفارقة؟ شنو المميزات اللي في المغرب اللي كتخليه كيهاجروا ليه الأفارقة باش يمشيوا لأوروبا؟ وما التحديات التي أو ما التحديات التي يواجهها المغرب جراء هذه الهجرة؟ او ما انواع التحديات؟ ممكن نزيد سؤال اخر غنديرو في نهايه العرض، ما الحلول لتجاوز هذه الصعوبات الا بغيت؟ ما بغيتش انا ماشي، انا نلتزم فقط بالعناصر اللي معطياني. واش واضح؟ نتمنى تكون هذه العناصر واضحه. اذا ملي كنطرح الاسئله كنمشي لمرحله العرض، كنبدا بالتعريف. هنا راه ناقشت معكم قبيله ان اللي بغى يدير تعريف في المقدمه راه لا باس، لكن انا شخصيا كنفضل يدار في بدايه العرض، غيكون اسهل. وشرحت لكم في البدايه علاش، لا داعي لاننا نضيعوا الوقت. اذا كنعرف المفهوم الاساسي اللي عندي هنا اللي هو مفهوم الهجره. الهجره ظاهره عالميه، ظاهره عرفها الانسان منذ القدم، نعني بها الانتقال من مكان الى اخر قصد الاستقرار بصفه دائمه ولا مؤقته. انا درت تعريف الهجره. كاين مجموعه من التلاميذ للاسف كيعرف الهجره أو اللي كيعرف الموضوع وكينسى راسو، كيبقى يكتب يكتب يكتب. مني كتعرف في السطر الأول ولا الثاني مباشرة ربط الفكرة، ربط التعريف بالفكرة اللي عندك. هنا ماشي غتهضر ليا على أسباب الهجرة ومثلا نتائجها بشكل عام، لا، أنت عندك هجرة محددة وهي هجرة الأفارقة. كنتذكر أنا في التصحيح الجهوي لهذا الامتحان مجموعة من التلاميذ كان عندهم خروج على الموضوع وما خداوش النقطة للأسف، فردوا البال لهذ المسألة. من بعد ما عرفت ظاهرة الهجرة كنمشي مباشرة كندير الخطوة الموالية اللي هي التفكيك، اللي هي الأفكار الجزئية المرتبطة بالقولة. فبعد تعريفي لمفهوم الهجرة
في نفس السطر طبعا، أقول أن من بين الدول التي تعاني من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء المغرب. فالمغرب له موقع استراتيجي يجعل منه مكانا، وكنبدا نهضر على المغرب باعتباره موقع استراتيجي نظرا للمكانة ديالو، فهو واحد محطة عبور لدول أوروبا. هذا الأمر يخلق للمغرب عدة تحديات وصعوبات، تحديات اقتصادية كنعطي أمثلة، تحديات اجتماعية كنعطي أمثلة، تحديات قانونية كنعطي أمثلة. بعض التلاميذ كيتسائلوا أستاذة منين غنجيبوا الأمثلة؟ لا، الأمثلة خصك أنت تحاول تزير راسك وتتعامل مع الفكرة بمنطق بسيط. ودائما المواضيع اللي عندنا في اللي كتعطاو في الإنشاء كتكون مواضيع سلسة، بمعنى سهل انك تعطي امثله، تقدر تعطي احصائيات واخا ما تكونش الاحصائيات مضبوطه 100%. مثلا ملي كتحكيو على سلبيه الانترنت، او مثلا نموذج ديال الهجره، مثلا ان مثلا في السنوات الاخيره لاحظنا ارتفاع كبير جدا في عدد المهاجرين الافارقه اللي ولاو مثلا كنلقاوهم في الشوارع وكذا، وهذا الامر كيخلق واحد التحديات اجتماعيه، بمعنى كنوليو في نفس البلد وعندنا ثقافات مختلفه، وهذا الشيء يقدر ياثر على الثقافه الام. مثلا تحديات اقتصاديه، وهي اليد هي فرص الشغل كتقل، لان ملي كيوليو دول اخرى عايشين معاك في نفس البلد يقدر يخلق اشكاليه في الجانب القانوني. وجودهم القانوني في اشكال، لان ممكن ان مثلا لا قدر الله وقعت عمليه سرقه ولا قتل، شكون هنا كيبقى المسؤول؟ فهنا كنعطي امثله، وهذا الامر كينطبق على الهجره، على اي موضوع. الاشهار نستدل بامثله، مثلا في الاشهارات التي تعرض في التلفزه المغربيه، الفواصل الاشهاريه وتاثيرها، يعني التكنولوجيا وتاثيرها على المراهقين، على الاطفال، على فاستخراج الامثله ماشي صعب، غير انت خصك تكون ذكي وتعرف كيفاش تتعامل مع القوله ديالك. مساله ناخذ من النص، ابتعاد افكار نستعدوا عليها قدر الامكان، او ممكن ناخذوها كاستشهاد. ممكن انا عجبتني شي فكره في النص، فكره ما كنقولش النص كامل، فكره ممكن نحطها كاستشهاد، لانه ممكن تستشهد باقوال. الا كنتي في شي نص معين وتفكرتي شي كلام قالوا لك الاستاذ داخل القسم، نص كنتو كتناقشوا مثلا الحداثه، وانتم اغلبكم ناقشتوا الحداثه مع الاساتذه ديالكم، ناقشتوا عابد الجابري، عبد الله العروي وغيرهم مثلا، فممكن نستدل بهذاك الشيء اللي قلنا في القسم، ولكن انا ما عاقلش على الجمله كيف ما هي، ما عاقلش على الفكره. ممكن نقول كما قال الكاتب مثلا فيما معناه، بمعنى انا ما عاقلش على القوله كيف ما هي، ولكن عاقل على الجوهر او المعنى الا قدرتي. انا ماشي كنقول لكم هذا الشيء خاصنا نديروه، لا، انا كنحاول نعطي كيف ما قلت نموذج للتلميذ المتفوق ونموذج للتلميذ المتوسط، باش هكذا كلكم تكون عندكم ان شاء الله نقاط اللي هي جيده. اخر مرحله اللي هي مرحله الخاتمه، حتى هي كنخلي فراغ وكندير المناقشه. كاين البعض اللي كيدير المناقشه في العرض، ولكن للاسف ملي كنقول للتلميذ دير المناقشه في العرض ما كيعرفش يدير ليها، ما كتجيش سليمه. فانا كنخليها في الخاتمه، كندير واحد الراي الشخصي يكون مضبوط واضح، كنعبر فيه بشكل صريح على رايي الشخصي في الموضوع، هل انا مع ام ضد. في كلتا الحالتين الموقف ديالك انت حر فيه، غير هو اي موقف درتيه يجب ان تعبر عن تبرر ذلك، تقول لنا علاش درتي مع او لا ضد. مثلا بالفعل اتفق مع الكاتب في هذه القوله، وارى ان المغرب يواجه عده تحديات اجتماعيه واقتصاديه وقانونيه، ويجب ان يعمل على تجاوز هذه المعضله من حيث الضوابط القانونيه، يعني الحدود، هذه الاشياء كلها تكون عليها واحد شويه ديال الرقابه اكثر، باش نتفاداو بصفه نهائيه ظاهره الهجره. ومساله مثلا ان واخا يكونوا المهاجرين، فهذا ما كيعنيش ان الشباب ديالنا ما يخدمش، لان كتبقى عنده الاولويه في العمل، وهذه خصها تكون يعني قاعده عامه. حتى حنا ملي كنمشيو لدول متقدمه راه هما كتكون عندهم الاولويه علينا، لان هذيك بلادهم، ونفس الامر حتى حنا. اذا انا غير حاولت الان نوضح لكم كيفاش كنتعاملوا مع مهارات توسيع فكره. نتمنى ان ارجو ان هذه الامور تكون واضحه. انا حاولت بالضبط في هذا الفيديو انني نهضر باللغه اللي هي بسيطه بزاف في الدارجه، لانني بزاف التلاميذ كما قلت عندهم صعوبات، وهذه المهاره كتعتبر من اكثر المهارات يعني في جميع الجهات، خاصه جهات الدار البيضاء اللي انا كنشتغل فيها، يعني كيكون عندها واحد نصيب الاسد كيف ما كنقولوا. فكنتمنى لكم التوفيق كاملين ان شاء الله، والله يسر لكم يا رب، وان شاء الله كلكم توفقوا. اللي خدم مزيان راه ما يخافش، اللي كان من الاول داير المجهود ديالو اكيد الله عز وجل حاشا انه يخيب المجهود ديالكم وديالنا، وحتى اللي بدا متاخر
يدير ثقته في الله عز وجل ويخدم ويكافح، ونهار الامتحان تكونوا مركزين. والله يوفقكم كاملين يا رب، سواء التلامذه اللي كيسمعوا هذا الفيديو او لا تلاميذ اخرين. الله يوفقكم يا رب وبالتوفيق.